السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعة، النهاردة بقى هنغسل السجاد، هوريكم انا بغسله ازاي، وكمان هقولكم على وصفة جامدة تغسلوا بقى السجاد، بتودي اي بقع، لو في بقع موجودة في السجاد بتوديه وبتخليه نضيفه زي القشطة وزي الفل وكأنه لسه جديد، وبتخلي الشراشيب برضو اللي بتبقى متوسخة قوي عن السجاد بتخلي الشراشيب كده بتلمع وحلو. بصوا بقى، احنا هنبدأ اهو، افرشي السجادة كده وحط عليها اول حاجة المية، يعني خلاها كده متغرقه ميه. انا بص، انا عندي الخرطوم، بس الخرطوم في الجنينه جيت ادخله ما طالش للصاله، والحنفيات اللي جوه بقى عندي ما ينفعش الخرطوم ضيق عليها، مش عارفه ادخله فيها، فقلت بقى اغسل هنا في الصاله بقى وخلاص. وكمان ما رضيناش نغسل في الجنينه عشان الميه بتطلع على الشارع، فعشان ما اذيش برده الجيران. فزي ما قلت لكم، اول حاجه بنحط الميه كده على السجاده، زي ما انتم شايفين كده غرقتها كلها ميه، شايفين احمد منشكح بقى، مبسوط قوي، مبسوط بالميه قوي، بيحب يبلبط كده. الخلطه هي بقى اللي احنا هنعملها مع بعض. بص، انا رحت عند الراجل اللي بيبيع مستلزمات، فجبت ده اريال سايب، لو انت عندك اريال في البيت عادي حطي من اريال اوتوماتيك، اريال عادي، اي اريال، ده اريال سايب بيبقى قوي وكمان بيبقى رخيص عن التاني وبينظف، يعني اللي موجود عندك عادي. وده برسيل جيل برضو سايب، يعني كل الحاجات اللي انا جايباها دي سايبه. وده كلور، بس انا بعبيه في ازاز كده عشان يسهل عليا وانا بحط في الازازه التانية، معبيه في الازاز بتاعه الاوكسي، بس انا عادي يعني. وده ملح ليمون، هقولكوا على الخلطه تاني. اول حاجه كان معانا اريال سايب وبرسيل جيل ومعايا ملح ليمون وايه تاني، ده خل بقى، وده خل وكلور، حلو كده، هبقى اكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. وملح ليمون، لو عندك بقى معطر اللي هو بتاع البلاط اللي بتمسحي بيه البلاط، يبقى حطي شويه، او شويه دوني حطيه على الخلطه دي، بيخلي ريحه السجاد حلوه قوي، بتخلي ريحته فايحه فايحه يعني، وانت نشره وترجيها كده كويس. بص، انا خدت اللي هو الغطا بتاع الاوكسي ده عشان اعرف اصب بيه، لو ما عندكيش يبقى اخرم الغطا عادي، دي ازازه بيبسي كده عادي، لو ما عندكيش الغطا ده اخرم الازازه ورشي بيها، هتسهل عليكي. بص اهو، رش على السجاده، السجاده زي ما قلت لك تبقى مبلوله، برش عليها كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، رشيت على السجاده كلها، هوريكي الرغوه عامله ازاي دلوقتي، وهوريكي قد ايه البياض. السجاده دي ما اتغسلتش بقى لها فتره كبيره قوي، زي ما المفروض ان انا بغسله قبل العيد الصغير، قبل رمضان، بس بصراحه كان عندنا بقى امتحانات، وانتوا عارفين بقى رمضان، وكمان كان شتاء والجو كان برد شويه، فقلت بقى اغسله على العيد الكبير يكون خلصنا امتحانات ونغسله براحتنا بقى. زي ما شايفين كده احمد بيساعدني، جنة وتوتة يا جماعة ساعدوني برضو، بس هما كانوا، هما انتوا عارفين ان هما اتحجبوا، ربنا يثبتهم، وهما مش بيظهروا في الفيديو علشان هما ايه لابسين يعني براحتهم وكده، مينفعش ان انا اطلعهم بشعرهم عشان هما خلاص اتحجبوا. فانا هوريكم ازاي بقى بنغسل السجاد وازاي بالشتف، وكمان هوريكم وانا بنشره فوق عندي، فخليكم معايا لاخر الفيديو، هتشوفوني برضو انا بنشره بطريقة تخلي السجاده برضو ايه الشراشيب بتاعتها دي ما تلمش الميه، هقولك على طريقه حلوه، فخليكم معايا لاخر الفيديو وانت هتشوف انا عملت ايه. بشكر جدا كل الناس اللي متابعاني، الناس اللي مش متابعاني بقى اعملوا لي اشتراك وحطوا لي لايك، واكتبوا لي في الكومنت ايه رايكم في الخلطه اللي انا عملتها. بصوا يا جماعه، السجاده بقت بتلمع ازاي، زي ما قلت لكم دي السجاده لونها اوف وايت، يعني لونها فاتح، وكان فيها كمان بقع كده، لان السجاده دي كانت مكان الانتريه ممنوع كده قدام التلفزيون، فكانت متوسخه شويه عن بقيه السجاد، فانا بدات بيها، بحب ابدا بالحاجه الصعبه علشان لما نتعب بقى نلاقي الحاجات السهله، هيكون خلاص بقى طاقتنا راحت، فمش هنعرف نحكم كويس. فبصوا والله العظيم الخلطه دي جبار، زي ما انا قلت لكم ما تخافيش من الكلور، انا بحط على السجاد بتاعي كلور، حتى ده كلور سايب، بس اتأكد ان هو ما يكونش مركز قوي قوي، يعني حط كلور، وعايزه تخففي بميه كمان الخلطه دي، لو عندك السجاد من نوع الرقيق فانت عادي، انا بغسل بالخلطه دي على طول. بص، السجاده دي يعني بقالها سنين عندي، والله لازم اكتر، بقالها يجي 10 سنين من جوازي، وشوفوا نظيفه وجميله، وبغسلها بنفس الخلطه اللي انا بقول لكم عليها دي، وبتنضفها وبتخليها زي القشطه زي ما انتم شايفين كده، وبترغي كمان، انا لسه ما غسلتش، انا لسه بلم الميه اهو، اوريكم بس الحته الاولانيه، وهوريكم تاني السجاده التانيه برضو اللي هي الحمراء التانيه، شوفوا
متلخبطه مش عارفه اقول ايه. بصوا السجاده نطفت ازاي، عملت ازاي من الخلطه اللي انا عملتها دي زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده بقى احنا غسلناها وتمام، نشيل من عليها الميه كلها، الميه اللي هي بصابون بالمساحه، انا بشيلها بكده بالمساحه. وبعد كده ببدا اجيب ميه للشطيف، بشطفها بصراحه كذا مره، بنشطفها كذا مره عشان نتاكد ان هي ما فيهاش بقى ايه اي كلور ولا اي يعني الخلطه اللي انا حطيتها دي، يعني بنشيل كل الخلطه كده وبشطفها يجي 3 مرات لما اتاكد ان ميتها بقت نظيفه. بتني بقى الطرف على بعضه، ده طرف السجاده، تانيته برضو عشان اتاكد ان الناحيه التانيه برضو نظيفه، وبحط عليها ميه وبعمل كده بالمساحه زي ما انتوا شايفين كده. احمد بقى مبسوط يا جماعه، منشكح مبسوط قوي بالميه وبالبلبطه. الجو بصراحه اليوم اللي كنا بنغسل فيه السجاد ده كان حر قوي. بصوا بتناها كده بقى على بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو، يعني ما تلفهاش دايركت كده ورا بعض، لا اتني الطرف على الطرف عشان تحافظي على شكلها اللي جوه ما يجيش عليه اي وسخه تاني. كده بقى انا دخلتها في الحمام، دخلتها في البانيو وشطفتها تاني، نزلت ميه في قلبها من فوق بس ما اعرفش اصور لكم بقى، وبشطفها برضو من بره عشان اتاكد ان هي بقت نظيفه وبقت حلوه. وبحط بقى ايه كل ما اغسل واحده اروح جاي حطها كده في قلب البانيو ورصيتهم كلهم كده جنب بعض. بعد ما خلصت يعني تكون بقى نشفت عشان نطلعها فوق، يعني قبل ما نخلص اللي بعدها تكون دي نشفت، نزلت مش نشفت نشفت يعني تكون نزلت ميتها. مبسوط انت احمد؟ مبسوط، ايوه كده شاطر، برافو عليك، بيتبسط قوي بالبلبطه. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا بصوا القعده العربي لميناها كلها زي ما انتم شايفين كده، ودلوقتي كمان هلم الستاير بصوا، ولميت كل السجاد اللي موجود في البيت اهو، وهنا زي ما انتم شايفين يا جماعه بصوا لميت كل حاجه. النهارده هيبقى يوم طويل طويل قوي زي ما انتم شايفين كده، ولميت الانتريه عشان كنت بلم السجاد الصبح. ربنا يقويني بقى واقدر اخلص. احمد هو اللي بيساعدني، بس بيعمل ايه؟ بيبلبط، بيحب هو البلبط. قوي. خلصت يا احمد ولا لا؟ شاطر، يلا برافو، حك قوي بذمه بضمير. بصوا يا جماعه امبارح كان عيد ميلاد احمد وانا نزلته، اللي شاف عيد الميلاد يقول لي ايه رايه، واللي ما شافوش يروح الفيديو بتاع عيد الميلاد يشوفه. كل سنه وانتم طيبين. واحنا بنغسل السجاد طبعا علشان العيد، وما كناش اصلا غسلناه في العيد اللي فات علشان انتوا عارفين بقى ان كان رمضان وكان الامتحانات، فانا بقى مفيش حد اصلا غسل. في ناس غسلت وفي ناس فاضيه، كنا بنذاكره كده عشان الامتحانات فما عرفناش نغسله قبل رمضان او في رمضان، وقلنا بقى نغسله بقى دلوقتي نلحق نفسنا قبل العيد نغسله بقى ونظبط الشقه. في مفاجاه تابعونا بقى هنقول لكم عليها، بس مش هنقول لكم عليها دلوقتي، هنعمل لكم مفاجاه جامده 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 ماشي. وكمان لسه هلم الستاير وهغسلها وهكويها، لازم اعمل كل ده قبل يوم الخميس الجاي عشان في مفاجاه، بس مش هقول لكم هي مفاجاه ايه، خليكم معانا وانتوا تعرفوا. اللي مش متابعنا بقى يعمل لنا متابعه عشان عايزين نوصل ل1000 مشترك، واللي الناس اللي متابعنا بشكركم جدا، وكل سنه وانتوا طيبين، هنقدم لكم فيديوهات جامده انا واحمد وجنه وتوته. هم على فكره بيعملوا معايا بس هم مش ظاهرين في الفيديو عشان هم محجبين بقى، فبيعملوا بقى براحتهم السجاد فمش محجبين دلوقتي، فما ينفعش ان انا اظهرهم في الفيديو. شوفوا في الكومنتات توقعوا كده ايه المفاجاه. جنة بتقول لكم بقى، مش عارفه بس الصوت واضح ولا ايه، يا جنة بتقول لكم توقعوا هي ايه المفاجاه اللي احنا عاملينها لكم يوم الخميس الجاي، يعني في حاجه كويسه هننشرها لكم. ابتدي يا جماعه كمان اهو، لسه انا غسلت واحده ودي الثانيه اللي في الصاله، ولسه فاضل لنا كذا واحده اهو. ربنا يعيننا بقى، اكتبوا لنا في الكومنت انتوا ايه رايكم في المسحوق اللي انا عاملاه ده، على فكره هو جامد وانا بعمله على طول، وبينضف السجاد بيخلي السجاد زي القشطه. بصوا الرغوه بتاعته بيخلي السجاد نضيف. احنا دلوقتي بقى بنشيل السجاد اهو، واحد مشان نزوم يا جماعه. وانتوا بتنشروا السجاد بلاش تخلوا الشراشيب تحت، خلوا الشراشيب كده في الجنب علشان الشراشيب بتلم الميه وبتتوسخ وبتبقى شكلها وسخ وبتبقى شكلها مش نظيف زي السجاده، فخلوها تحت. بصوا بقى بعد ما نشرنا السجاد وخلصناه غسيل، احمد بقى مبسوط بالميه
زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكره توتا اتزحلقت برضو، وقعت على ظهرها وظهرها وجعها شويه، يا الحمد لله يعني ربنا يسترها، بس ظهرها لسه وجعها برضو شويه، وقعت مرتين على ظهرها. فانتوا بتغسلوا السجاد حاسبه وبالراحه كده علشان محدش يقع ومحدش يتكسر بعيد الشر. وكل سنه وانتوا طيبين. بشكر جدا كل الفانز اللي عندي، الناس بقى مش مشتركه اعملوا لي